تنتكلم باسم الساكنه ديال الرياض الولفاء ازهر جوج الجروب واحد الاخوان هنا راه تيموتوا في الصمت باش اللي داز ديال الواد الحار وخاطبنا جميع المسؤولين يلا تكلمنا مع السي عبد الله السي جودار وعدنا وعيطنا للضوحه وقالنا الضوحه توجو الضوحه ما بغيناش الخدمه ديال يجيبوا معاهم ديك السلوكه ويسلكوا ويخلوا الماميني يدوز لتحت هذا الشيء دابا هذا البني كامل تبني فوق الخنز راه كاين شلالات من التحت يدوزوا كاينين ودان من التحت الشلالات زاد عامين ولا ثلاث سنين وراه بدات شي اقامه من هذا وراه حاجه طبيعيه تكلمنا معاهم تيجيو تيديروا خدمه ديال نص ساعه حنا ما بغيناش هذيك الخدمه ديال نص ساعه بغينا الكودرون يتحيدوا وتعاودوا هاد لاكارات هاد لاكارات اللي تنعيشوا كل عام هذا هو الموسم ديالهم كل عام تنعيشوا الضياع في نفس الوقت جا تصب الشا تيولي عندنا الواد الحار دايز من قدام المنازل ديالنا وعندنا دراري صغار وعندنا ناس كبار انا واحد من الناس اللي ساكن هنا في ساكن بيتي متضررين اخويا بزاف واد الحار دابا تقريبا واحد جوج اسابيع انا اصلا عندي الحساسيه متضرر بزاف الواد الحار ما بغاش كاع يسالي عيطنا لهم ما بغاش يجيو عندنا ماشي مره ماشي جوج كاع الاخوان اتصلوا كنطلبوا منهم يجيو في اقرب وقت صيبوا لنا هذا المشكل هذا خويا كنهضر على هذا الشيء خصو حل تقريبا 3 سنين وحنا كنعانيو من هذا الشيء هذا بزاف عندنا ولاد صغار بزاف هذا الشيء تقريبا من سكننا وحنا كنعانيو من هذا الشيء يعني حشومه هذا الشيء ضروري خصو شي حل يعني مسؤولين خصهم ضروري يشوفوا لنا شي حل ما يمكنش حنا نبقاو نعانيو من هذا الشيء بزاف متضررين بزاف من ناحيه ديال هذا القادوس اللي الريحه ديالو كارهه بزاف وعينا ما نعيطوا عيطنا ليديك عيطنا للمسؤولين حتى واحد ما جا دار معنا شي حاجه الريحه خانزه وما كيحبش يعني حتى واحد ما جا عندنا ما حشومه الناس عندها اولادها كيشموا هذه الريحه كريهه ما تقدرش تقطع من الهيب الشانتي ما تقدرش تقطع الواد عامر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حنا دابا تنعيشوا في الموت في قنبله موقوته تنعيشوا فيها هذا عامر القوادس عامرين هاد الماطر هادو ديال هاد الباصه ما تيخدموهمش عرف بغينا نعرفوا علاش ما تيخدموهمش دوري بزاف وحنا عينا ما نجريو باش تجاو داروا لنا الماطر هنا ودابا حاشاكم الواد الحار كلشي دابا تتخلط الشتاء مع ديال الواد الحار تنعيشوا في قنبله موقوته الباعوض قتلنا الدراري الصغار كلشي مريض الحساسيه لا اله الا الله محمد رسول الله